هي كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس هي نشأت من أوائل كليات الحاسبات والمعلومات في على مستوى مصر يعني. فكلية الحاسبات والمعلومات نشأت 1995، ده كان القرار الجمهوري، بدأت الدراسة فيها 1996، وتوالت بقى بعد كده طبعا الأقسام تتغير ويبدأ يزيد عدد الأقسام ويتوب عن الطلبة والإنجازات اللي هي تقدر تساعد الكلية على أنها توصل يعني الحمد لله. حقيقة كان في برامج بدأت بيها الكلية دي في الأول، وهي الأقسام اللي هي تعتبر أقسام علوم الحاسب، وده مثال مثلا قسم نظم المعلومات، قسم علوم الحاسب، وقسم نظم الحاسبات، وقسم الحسابات العلمية. لكن طبعا مع تطور الموجود طول الوقت كان لازم يبقى فيه مواكبة، لأن الأقسام الكلية تبقى فيه ماتشنج مع اللي بيحصل واللي موجود على مستوى العالم. فدلوقتي بقى فيه برامج تخصصية أكتر مواكبة طبعا للي بيحصل في العالم كله، من ذكاء اصطناعي، مالتي ميديا أو الوسائط المتعددة، الأمن السيبراني، المعلوماتية الحيوية، وهندسة البرمجيات، وأخيرا طبعا هو برنامج حوسبة الروبوتات، وده برنامج متخصص ويونيك موجود في كلية حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس، بيبقى مسؤوليته إزاي نتعامل مع الروبوتس ونخليه يتبرمج، ومش بس كده، لا دخلنا كمان لنطاق آخر وهو تصنيع الروبوت، ودي طبعا يعني فيس كبيرة جدا ممكن يتغطى في وقت كبير يعني. احنا في تجارب كتيرة بتبقى متخصصة، لأن هي طبعا بتبقى نبع من احتياج المجتمع ومن احتياج السوق. كان من أول حاجة اللي احنا حسينا انها لازم تكون موجوده هو برنامج او البرنامج الروبوتات او حوسبه الروبوتات، لكن بالتطبيق العملي احنا عملنا اول ممرضه. هي الفكره مش في وجودها كاول ممرضه ممكن تكون مصري او صناعه مصري 100%، لكن كان الهدف منها الحقيقه ان احنا لما بنجيب روبوت وبنشتريه بيبقى عندنا مشكله ان هو بيبقى زي البلاك بوكس، بيبقى محتاج ان هو يعاد برمجته. فده كان الحقيقه جزء كبيره جدا بتغطي الجزء الخاص بالتحول الرقمي، وده الحقيقه كان جزء رائع واحنا كنا سعداء جدا بيه، لان في اهتمام ورؤيه واضحه من خلال الاستراتيجيه للاتجاه اللي مصر هتشتغل عليه، وفعلا اوريدي بدات اشتغلت عليه من سنوات وبتكمل فيه لحد 2030. كليه الحاسبات والمعلومات جزء لا يتجزا من استراتيجيه مصر، لان الحقيقه احنا لما بنخرج شباب هم دول اللي هيحققوا استراتيجيه مصر. كليه الحاسبات والمعلومات بتخرج كل سنه فوق من 1000 خريج بتخصصات مختلفه، هم اللي هيقوموا بدعم المبادئ الخاصه بالتحول الرقمي وتنفيذها ووضعها على أرض الواقع من استراتيجية موجودة كرؤية مستقبلية لأداة تنفيذ على رأي على أرض الواقع في مجالات كتير طبية هندسية غيره وغيره وغيره. الصناعة في العالم كله قايمة على طبعا الذكاء الاصطناعي، وإن الآلة تبقى عندها قدرة على محاكاة العقل البشري، لأن طبعا الصناعات تطورت جدا وبقى فيها جزء من الأجزاء كبيرة جدا فيها بيانات. الآلة ما بقتش آلة عبارة عن حاجة جهاز بسيط ما فيهوش أي معلومات عن الحاجة اللي هو بيشتغل عليها، لا، الآلة النهاردة بقت عبارة عن خوادم محملة بالبيانات وبالداتا الخاصة بجزء التصنيع. فالذكاء الاصطناعي مع عملية الصناعة هو شيء كبير جدا، بيوفر الوقت، بيوفر الطاقة، بيوفر المجهود، بيساعد على حفظ البيانات اللي موجودة، بحيث إن طبعا يبقى فيه حقوق محفوظة للجهة اللي بتصنع. مش بس كده، بيطلع كميات كبيرة جدا في وقت قليل. فطبعا كل ده لازم يتحقق من خلال منظومة الذكاء الاصطناعي، ومن خلال إن يبقى فيه كوادر قادرة على إنها تحقق منظومة صناعة باستخدام كل وسائل الذكاء الاصطناعي وتحديدا التحول الرقمي بلس تأمين الداتا اللي جوه لما بيجي نتكلم على مصر كبلد أكتر من 60% منها شباب، فيبقى هنا بنتكلم إن أكيد باي ديفولت الوعي هيبقى عندنا في مصر، وطبعاً بالتبعية الدول العربية هيبقى أكتر بكتير جداً من بلد ممكن يكون النسبة دي مش متحققة. فلما يبقى عندي الطاقة البشرية دي وعندي الكوادر دي وكلهم حاسين بده، وده بنحسه من إقبال على الكلية الحقيقة، ومن الإقبال على برامج معينة جوه الكلية زي برنامج الذكاء الاصطناعي، زي برنامج الذكاء الأمن السيبراني. كل الادوات دي بتبين لنا ان في وعي كبير جدا، في اهتمام. ده مش جاي من فراغ الحقيقه، لكن كانت دايما الدوله بكل قياداتها بتؤكد على ان المجال اللي جاي هو مجال الرقمنه، والمجال المستقبل هو مجال الذكاء الاصطناعي. فده الحقيقه مع الوعي اللي موجود والتوعيه للناس بدا ينعكس على الاباء والامهات في اختيار الكليات، وينعكس كمان على الشباب نفسهم، لان شايف ان الدوله كلها بتعمل عمليه تحفيز وبتعمل عملية توجيه للمستقبل بالرقمنة والتحول الرقمي. فده واضح جدا، وأكيد تنفيذه هيبقى من خلال الشباب اللي هم بيمثلوا أكبر قاعدة في الفئة العمرية في مصر.
تأثير التحول الرقمي فينا كأفراد، مش بس كأعضاء التدريس وناس متخصصين في قطاع الحاسبات والمعلومات، لا احنا حاسين بأن في خدمات كتيرة جدا بتقدمها الدولة. كل الخدمات دي بتتم بطريقة إلكترونية من واحنا موجودين في بيتنا، نقدر ندفع فواتير، نقدر نقدم على خدمات، تقدر توصل لنا لحد البيت. كل ده الحقيقة مأثر على المواطن العادي، بيخلي المواطن يقدر يروح شغله وهو مش حامل يعني زي ما نقول زمان هم ان انا عندي النهارده مشوار هقضيه في مكان معين علشان اقضي خدمه. لا، الخدمه دي بقت متاحه، موجوده رقميه، مش بس كده الخدمه دي اقدر كمان ادفعها لو فيها رسوم. كل ده بيأثر على حياه المواطن وبيأثر على علاقه الناس ببعضها. ده غير بقى ان على المدى البعيد هيبقى فيه طبعا، طول ما الخدمه بتقدم رقميه بيبقى فيه نسبه كبيره جدا من الشفافيه، الناس بتحس بمصداقيه كبيره جدا. كل ده بيأثر طبعا على منظومه العمل في الدوله كلها. كليه الحاسبات والمعلومات طول الوقت معاها الشركات الدوليه والمصريه والوطنيه طول الوقت، لان اثناء التدريب للطالب في الدراسه بيكون بيتم مع شركات على الجانب الاخر، ما بيتمش العمل اكاديمي فقط، هي عباره عن منظومه متكامله. الطالب بيدرس والاستاذ بيشرح والشركات بتدرب وسوق العمل بيتواجد معانا في ملتقيات التوظيف. كل دي منظومه متكامله بتعمل هارموني وبتعمل تجانس، بيطلع في النهايه خريج واعي جدا باللي بيحصل في السوق، وفي نفس الوقت قام بالتدريب على شركات مختلفه، لدرجه ان الشاب نفسه هو اللي بيختار المجال بتاع الشركه اللي هو هيشتغل فيها، ويفرق ما بين شركه واخرى ومجال واخر طبقا للتدريب اللي هو خده اثناء الدراسه مع مرور الاربع سنوات. التحول الرقمي هو مجال مليان بالتحديات، يعني مش هنقدر نقول احنا اتغلبنا على التحديات بتاعه 2023 يبقى كده خلاص احنا وصلنا للهدف. الحقيقه المجال ده طول الوقت فيه تحديات وطول الوقت فيه تغيرات، والتغيرات سريعه وفي منافسه كبيره جدا، لانه خلاص هو بقى الاستراتيجيه اللي العالم كله بيقوم عليها. وبالتالي الحقيقه انا شايفه ان توعيه الناس وتوعيه المجتمع طول الوقت باهميه الرقمنه وباهميه الذكاء الصناعي هي دي من اهم الحاجات اللي بتقضي على التحديات، لانه طول ما في كوادر بتتخرج كل يوم وطول ما في شباب متعلم تعليم راقي وتعليم مواكب للتطورات اللي موجوده، كل ما التحديات هتقل، وكل ما التحديات حتى لو زادت هنقدر نتغلب عليها. فوجود شباب متعلم ممارس للمهنه متدرب في شركات دوليه وعربيه ووطنيه ده هيساعد كتير جدا على ان التحديات تقل، او لو حتى ما قلتش هنقدر نتغلب عليها، لان هم دول الاساس في المجال المميز ده. المعلومات عندها التدريب شيء مش اختياري، التدريب هو إجباري، بيعد من ضمن ساعات التخرج للطالب بمقدر 4 ساعات كريدت أور أو ساعات معتمدة. فده بيخلي الطالب بيحس بأهمية الكلية، لأن لو الكلية ما حطتش ده من ضمن الأولويات والشيء الأساسي من متطلبات التخرج، فده بيخلي الطالب بحاسس بأهمية التدريب وأهمية أنه يمارس الجزء بالعملي بنفسه. ده غير كمان أنه بيدي فرصة للكليات الشركات مع الكلية انها تقدر تتواصل مع بعض طول الوقت، بحيث ان احنا نقدر نطلع جانب علمي تطبيقي في نفس الوقت. فالطالب بيحظى بالاثنين، بالجانب العلمي وده من خلال المؤسسة الأكاديمية وكلية حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس، لكن بيبقى طول الوقت معانا ممارس مهني وصناعي طول الوقت معانا، وبيكونوا دايما حريصين على ان مش بس بيدوا للطالب الثقافات المهارية والجزء الخاص بالتدريب الميداني، لكن كمان في بعض منهم بيشارك معانا في زي ما بنقول عليها السوفت سكيلز، لا بيديلهم ازاي قدره ازاي يعبر عن نفسه وازاي يقدم نفسه وازاي يعرض المنتج بتاعه وازاي كمان يعمل دراسه جدوى، حاجات كتيره جدا لها علاقه بالابتكار والابداع. فالتواجد ده والمنظومه المتكامله دي بتخلي الطالب طول الوقت مواكب للي بيحصل وملائم له وبيناظر الخريج العالمي في كل مكان. ده غير ان كليه حاسبات ومعلومات تحديدا جامعه عين شمس بتدي للطالب شهاده مزدوجه، بمعنى ان الطالب في حاسبات ومعلومات ممكن ياخد شهاده جامعه، بياخد شهاده جامعه عين شمس بالاضافه الى شهاده جامعه ايست لندن، لان في تعاون مشترك او اتفاقيه درجه مزدوجه ما بينهم. فده صناعي هندسي طبي كل ده، لان في النهايه مجال الحاسبات والمعلومات هو مش بيصنع برمجيات بدون مجال تطبيقي، لازم يكون مشروع التخرج بيخدم اريا معينه او بيخدم منطقه معينه او بيخدم مجال معين. فالطالب الحقيقة
قبل افتح لهم الباب ان هو ممكن يجيب فكره مشروع التخرج بنفسه. مش لازم الاستاذ يدي للطالب الفكره او القسم يدي للطالب الفكره والطالب يطبقها، لا، احنا بندي للطالب فرصه ان هو من خلال تواجده في المجتمع ومعرفته بمشاكل المجتمع لو عمل دراسه واضحه للمشكله اللي موجوده يقدر يدخلها مشروع التخرج، لكن طبعا بتكون تحت اشراف اكاديمي وعلمي ودراسه. مش بس كده، ممكن لو الفكره غير مكتمله بتواجده مع القسم ومع المشرف الخاص بالمشروع بيقدر يحولها له لفكره مكتمله. ومش بس كده، لا، كمان بعد التخرج بيناقش مشروع التخرج ممكن تحظى بعمليه تسويق معينه او ترويج معينه او تعارف على شركات ممكن تستفيد بالفكره. فهي الموضوع هو عباره عن شراكه كبيره جدا ما بين الصناعه والطالب والاستاذ والقسم، بتطلع في النهايه منتج اكيد يفيد البلد، لان احنا ديت الهدف الاساسي اللي بيبقى على اساسه تقييم مشروع التخرج. فبالتالي مشروعات التخرج هي مشروعات بتهدف بالدور الاول المجتمع المدني اللي احنا عاد، شيء مهم جدا، لكن دايما نظرا لان المجال ده مفتوح على العالم فالتشريعات لازم تكون تشريعات معتمده دوليا ومتفق عليها من كل دول العالم والمؤسسات المناظره، لان احنا مجال مفتوح مش منغلق. واحنا طبيعه الحال مصر دوله الحقيقه فيها كل التكنولوجيا اللي موجوده ومجالات الابداع والابتكار الموجوده في كل دول العالم، فده بيخلي دايما احنا على خطى دوليه صح. فالتشريعات والقوانين الموجوده على مستوى العالم تنطبق علينا، بتنطبق على كل دول العالم، بتحمي المجال حمايه كافيه جدا وبتساعد كمان على الانتشار، لان الناس لما بتحس ان في تشريعات بتحميها بتالي بتحس ان هي قادره تدخل جوه المجال وتنافس فيه وتشتغل فيه بدون اي تخوف. بيبقى ليها خطه خمسيه بتتجدد كل 5 سنوات بناء على بترتبط بالخطه الجامعه الاستراتيجيه، بتكون مرتبطه ايضا برؤيه مصر 2030. فاحنا في الخطه الاستراتيجيه بتاعت الكليه كان في مبادرات للتحول الرقمي، كان من ضمنها الانشطه الطلابيه، المسابقات الطلبه، انشاء او استحداث برامج جديده زي برامج الذكاء الاصطناعي والسايبر سيكيورتي والسوفت وير انجينيرنج. فالبرامج دي بتساعد على التحول الرقمي او بتساهم في اعداد خريجين متميزين يقدروا يساهموا في تطور الدوله والتحول الرقمي والجمهوريه الجديده. الكليه بتساهم في ده عن طريق الاعداد لبرامج جديده، بنحاول نعلن عن البرامج دي ونعرف الطلبه باهميتها بحيث يبقى في إقبال على الطلبة بالالتحاق بهذه البرامج، زي البرامج الأساسية في الكلية اللي هي تم إنشائها مع بداية إنشاء الكلية، واستحدثت بعد كده مجموعة من البرامج لمتابعة التطور التكنولوجي، إن إحنا عندنا في مجال التكنولوجيا التطور بيبقى سريع وده أدى لاستحداث بعض البرامج في الكلية في آخر سنتين. التحول الرقمي بيساعد كثير على بنقلل فترات الانتظار، ان لو المواطن حب ان هو يستخرج بعد بالنسبه للتحول الرقمي يعني في الدوره المستنديه استخراج الشهادات، ممكن ان ده قلل وقت كتير قوي في استخراج الشهادات، ميكانه الانظمه الحكوميه وكذلك ميكانه الجامعات استخراج الشهادات منها، استخراج شهادات من جهات حكوميه كتير. على سبيل المثال مثلا في ميكانه بعض القطاعات الحكوميه زي المرور، السجل المدني، التدريس يبقى الكتروني عند الطلبه يبقى اونلاين في وقت كورونا. احنا عارفين طبعا ان احنا كان في اللي هو كنا كلنا ما فيش تواجد في الجامعات او في الكليات، فساعتها وقتها كان التعلم الالكتروني هو الحاجه الوحيده المتاحه للتواصل مع الطلبه، ان وقتهم ما يضيعش، السنه الدراسيه ما تضيعش على الطلبه. فالكورونا ساهمت كتير قوي في الاسراع بعمليه التحول الرقمي. هو المجال التكنولوجي تملي فيه تطور دائم، فده بيخلي تملي فيه لوائح الكليه بتتطور باستمرار، اللي بيتدرس في المقررات تملي بيبقى عبء على الدكاتره اعضائيه التدريس والهيئه المعاونه التطوير المستمر. كمان احنا الطلبه عندنا مهم جدا بجانب المحاضرات يبقى فيه جزء عملي يتدربوا فيه على البرمجه، بيبقى فيه كمان تدريب صيفي للطلبه او تدريب ميداني بالتعاون مع الشركات. الطالب ما بيتخرجش غير بعد ما يؤدي عدد من ساعات التدريب الميداني في الشركات بالتعاون معاهم. كمان الشركات ممكن انها بتساهم في امدادنا بالسوفت وير او البرامج اللي مطلوبه لسوق العمل، بحيث ان هي بتدرس بيبقى هو ده المعمل اللي مرتبط ببعض المقررات او المحاضرات. الخاصه في عندنا 6 برامج، السايبر سيكيورتي والارتفيشال انتليجنس سوفت وير انجينيرنج والمالتي ميديا والروبوتكس والبايو انفورماتكس. كل برنامج من دول هو اتفتح عشان تخصص معين ومتطلبات. يعني مثلا في ظل التحول الرقمي اللي حضرتك بتتكلم عليه،
احنا عندنا مجال السايبر سيكيورتي دوت عشان تامين الكمبيوتر سيستم بجميع انواعه، سواء بقى ان انا هامن جهاز كمبيوتر او هامن النتورك او هامن الداتا او البرامج او الويب او الكلاود. فبنخرج المفروض ان برنامج سوفت وير برنامج سايبر سيكيورتي بيخرج طالب عنده النوليدج الكافية ان هي تخليه يقدر يعمل التأمين ضد اي سايبر سيكيورتي اللي هي الهجمات الرقمية، وسواء كان في مجال الويب او الكلاود او اي حاجة. وعشان خاطر يعمل التأمين دوت فهو اكيد بيبقى فيه كونكشن من كذا مكان، فكمان بيدرس الاي او تي الانترنت اوف ثينجز. فده بالنسبة للسايبر سيكيورتي، وده فعلا احنا في احتياج ليه في ظل التحول الرقمي اللي بيحصل. وعندنا برنامج البايو انفورماتكس، احنا عندنا طبعا هو التطبيقات الحيويه بشكل عام، ولان الداتا ساينس هي ترند دلوقتي ومعظم الناس بتدرس الداتا ساينس وليها ابلكيشنز كتير، فيعتبر البايو انفورماتكس من افضل المجالات اللي بتستخدم الداتا ساينس بس باستخدام بيولوجيكال داتا. فبيتخرج الطالب يعتبر داتا ساينتست في مجال البيولوجي. وعندنا برنامج السوفت وير انجينيرنج، وده طبعا اللي هو اي حد هيشتغل في السوفت وير فهو محتاج بتاع سوفت وير انجينيرنج، بدايه من ان انا بجمع الريكويرمنت بتاعه العميل او بتاعه اللي بيعمل بروجكت، لغايه ما اعمل اناليسز للريكويرمنت واحدد ديزاين للسوفت وير اللي هستخدمه، واحدد نوع الاركتكتشر اللي هستخدمها للسوفت وير، وازاي اعمل لها يوزر انترفيس وعلى حسب نوعها هي موبايل ابلكيشن ولا ويب ابلكيشن، وازاي في نهايه كل دوت اقدر اعمل تيستنج للسوفت وير ومينتنس ليه. فاحنا بنخرج طالب بدايه من سنه اولى، التخصص عندنا من سنه اولى لغايه ما يتخرج قادر على ده كله. وفي عندنا برنامج طبعا الروبوتكس، وده من احدث البرامج اللي فتحت، وهو يعتبر من البرامج اللي موجودة يعني من يعتبر احنا من اقل الكليات القليلة اللي فتحت البرنامج دوت عندها. وطبعا اللي بيتخرج قادر ان هو الطالب بروفيشنال في السوفت وير في الارتفيشال انتليجنت ابلكيشنز، ويقدر ان هو يعمل روبوتكس سواء روبوت ديزاين او روبوت بروجرامينج او يعمل بروجرامينج لاي سمارت ماشينز. وطبعا الابلكيشنز بتاعت الروبوتس كتير جدا، منها مثلا اللاند ماين ديتكشن، او منها ان انا اقدر ان انا اعمل ارمي او ابرمج ارمي روبوت اللي هو قادر على انه يعمل اللي الانسان ما بيقدرش يعمل، سواء كانت التاسك صعبه او ريبيت التاسك. وبرنامج المالتي ميديا ده من البرامج يعني المعموله ديت اهم تطبيقاته او اهم الابلكيشنز بتاعته في مجال الكمبيوتر جرافيكس، وبيقدر ان هو الطالب بيقدر ان هو يشتغل في مجال الاعلانات اللي محتاجه انيميشن ومحتاجه سواء كانت في الكمبيوتر جرافيكس، وطبعا ليها علاقه بالفيرتشوال رياليتي او الاوجمانتد رياليتي. يعني الطالب بيبقى عنده النوليدج الكافيه ان هو يقدر ان هو يعمل الكلام ده. عندنا طول ما هو بيدرس احنا في عندنا ككورسز، هي طبعا بتدي البيزكس وتؤهله ان هو يفهم ان هو لو دخل اي كورس اي اكسترنال كورسز، وبالذات في التحول السريع والتقدم السريع، ففي كورسز كتير ممكن تتاخد اونلاين مش لازم يروح ويدفع فيها فلوس. بالاضافه كمان ان الكليه بتقدم له تريننج في اللي هو السمر تريننج، بتقدم دايما ممكن يخش في تو تريننجز او اكتر، وبتسمح له وممكن توفر له شركات سواء كان مايكروسوفت او اي شركات في مجال السوفت وير، فبتوفر له التريننج دوت. وكمان بتعمل ورك شوبس الكليه والاسر اللي موجوده في الكليه، في عندنا اسره روبوتكس وفي عندنا اسره سايبر سيكيورتي. صراحه الولاد نفسهم اكتف جدا بان هم بيعملوا بيتجمعوا بزمايلهم ويشرحوا لهم كل اللي هم عايزينه وسوق العمل محتاج ايه. دايما لما بيقول ان احنا بنعمل ارتفيشال انتليجنت سيستم، فدايما نقول ان هو معمول تو اسيست هيومن مش عشان يحل محل الانسان. زي مثلا عندنا الميديكال ابلكيشنز اللي هي بتستخدم النيورال نتورك ان احنا بندرب الشبكه على انها تشخص مرض معين، دايما الميديكال سيستمز ديت بتبقى موجوده مع الدكتور عشان يستخدمها، وفي النهايه اللاست ديسيشن بيكون للدكتور. سواء ايا كان المجال اللي هنستخدم فيه الارتفيشال انتليجنت ما بيبقاش قائم بذاته، يعني لازم يبقى بيساعد الشخص اللي هو ياخد القرار في النهايه. فلا يعني ما اعتقدش ان في تخوف ان الارتفيشال انتليجنت، وهي اسمها ارتفيشال انتليجنت، هي في النهايه هي بتعمل سيميوليشن لذكاء الانسان.